معنا مشاهدينا عبر سكايب من الحدود السورية التركية إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش الحر. إبراهيم مساء الخير، أهلا بك معنا. التطورات الميدانية في إدلب بشكل عام، وهل من مستجدات حول حادثة قتل المسعفين؟ أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. نعم، هذه الجريمة النكراء التي تظهرها عين البشرية، خصوصا أن من قام بهذا الفعل حتى هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض عليه، وما تزال التحقيقات جارية في عملية الاغتيال التي حدثت لسبعة من عناصر الدفاع المدني داخل مقر لهم في شمال إدلب، خصوصا أن المنطقة التي وقعت فيها هذه الجريمة هي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، وفي المسؤولية وفي المرحلة الأولى يتحمل هذه الجريمة النكراء هي تحرير الشام، لأنها هي من تراخت بالموضوع الأمني داخل المدينة، وخصوصا أنها قامت بإقصاء فصائل الجيش الحر والمعارضة المسلحة من المدينة، ومنعتهم من وضع حواجز أمنية من أجل حماية ممتلكات المدنيين والدفاع عن المدنيين ضد السرقة وأي عمليات من النهب. خصوصا أن هذه الجريمة التي حدثت حقيقة، الأدلة الأولية تشير إلى أنها ليست فقط عملية سرقة بقدر ما أنها عملية انتقامية من فرق الدفاع المدني، تحديدا مركز سرمين، خصوصا أن هذه الجثث وجدت عليها آثار التعذيب، ومنها ما وجد أيضا عدد من الرصاصات قد تلقت في الجسد، غير الرصاصات التي استقرت في رأس هؤلاء القتلى، وأيضا هناك بعض الجسامين التي وجدت ملوية الذراع نحو الخلف ووضع فيها الكلبشات. كل الأدلة تشير إلى العملية ليست فقط عملية سرقة وسطو على مقر للدفاع المدني بقدر ما هي عملية انتقام وعملية إبراهيم لماذا هي عملية انتقامية كما ذكرت حضرتك؟ ما هو الموضوع بالضبط؟ حقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا الأدلة الكافية من أجل الحديث عن الموضوع، إن كان موضوع ثاري أو حتى موضوع انتقامي من فرق الدفاع المدني، خصوصا أن النظام في وقت سابق كان قد اتهم هذه المنظومة أنها منظومة إرهابية، والجميع يعلم أن النظام لديه عملاء بالوكالة في المنطقة، إن كانت جماعات إرهابية متطرفة الموجودة في شمال سوريا أو حتى عملاء المخابرات الموجودين في الوكالة. عملية السرقة التي حدثت حقيقة لم تكن مكتملة، لأنها وجدت السيارات أو بعض من الممتلكات التي سرقت محروقة في ريف إدلب، أي أن السارق لم يكن هدفه السرقة بشكل مباشر من هذا المقر بقدر ما كان هدفه هو خلخلة الأمن والأمان لمنظومة الدفاع المدني التي حقيقة أنقذت الكثير من الأرواح في إدلب وريفيا، إن كان من غارات النظام أو حتى الطيران الروسي المتواصل إلى إدلب وريفيا. هل يعني نحن نعلم أن هيئة تحرير الشام لديها انتهاكات سابقة، لكن بخصوص فرق الدفاع المدني، هل هذا الانتهاك لأول مرة يحدث؟ طبعا هذه ليست المرة الأولى بالنسبة لانتهاكات فرق الدفاع المدني، كان هناك في وقت سابق عملية سطو بشكل مباشر وعلني لسيارات الدفاع المدني في ريف إدلب الجنوبي من قبل الهيئة، وتم استعادة هذه الممتلكات وإعادتها لفرق الدفاع المدني لأنها منظومة إنسانية تقوم بحماية الأرواح المدنيين أو نقل المصابين. أيضا كان هناك انتهاك آخر من قبل استهدافها من قبل الطيران الروسي لعدد من مقراتها في إدلب وريفيا. أيضا هذه الحادثة التي حدثت أو التي حصلت صباح اليوم من مقتل هؤلاء السبع عناصر داخل مقرهم تصفية برصاصة بالرأس، ومنهم من تلقى غيرها في جسده، طبعا لا يمكن تحميل المسؤولية بشكل كامل للفصائل، إنما بشكل خاص إلى من يسيطر على المنطقة. نعم إبراهيم، هيمنة على منطقة سلمين وهي هيئة تحرير الشام في بداية الأمر أنها تقوم بفرض الأمن والأمان، وخصوصا الجميع يعلم أن المنطقة التي توجد فيها هيئة تحرير الشام هي المنطقة الأكثر تعرض للبلبلة والخلخلة الأمنية وعملية السرقات، لأنها ليست قادرة حقيقة على ضبط الأمن والأمان في أي منطقة تتواجد فيها. شكرا جزيلا لك من الحدود السورية التركية، حدثنا إبراهيم الإدلبي المستشار الإعلامي للجيش السوري الحر.